في موقع رسمي بيقول رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك اليوم في دوري السوبر. الجمهورية: الأهلي في مواجهة نارية أمام الزمالك في قمة السلة اليوم. الوطن: الأهلي الأهلي الليلة قمة نارية في كرة السلة بين الأهلي والزمالك. الشروق: الأهلي يواجه الزمالك في دوري السوبر. اليوم السابع: اليوم قمة الأهلي والزمالك في دوري السوبر. الدستور: اليوم قمة كرة السلة بين الزمالك والأهلي في دوري السوبر. الفجر: الأهلي والزمالك وجها لوجه في قمة دوري السلة رجال. صدى البلد: اليوم الأهلي يواجه الزمالك بقمة دوري سوبر السلة. ده كانت النهاردة الصحف قالت إيه عن مباراة النهاردة. مباراة قمة، هي كل مباراة الأهلي والزمالك قمة، لكن أتمناها أهلاوية بإذن الله على أرض النادي الأهلي. المباراة مقامة في صالة الأمير عبدالله الفيصل داخل القلعة الحمراء.